دبس رمان راح انزله اياهم للقصه. يلا وبس جبنا راح افرق قرفه يعني مشان الزنخه. طيب نحشي هون. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، ورجعت لكم بفيديو جديد وبيوم جديد وبأجواء جديدة. وطبعا كالعادة ومثل ما على طول بغيب عنكم وبعدين بيرجع لكم بغيبة جديدة وبأجواء جديدة، بس عن جد والله يعني كنت كتير كتير محبطة، وانه خلص ما بدي انزل شيء على القناة. انا كتير متضايقة يعني، لانه قناتي كتير عم بتعذبني يعني، انه بثبت الادسنس وهيك شغلات، واللي ما عنده قناة ما حيعرف بهالامور، والبنات اللي عندهم قناة رح يعرفوا قديش انه بتعذبي وهيك، وبالاخير بتخافي انه على الفيديوهات تنحذف او شيء، انه ما بدك يروح تعبك على الفاضي. فمشان هيك انه عم بحاول قدر الامكان انه ما انزل شيء لحتى انه اضمن القناه انه مشي حالها صارت. بس يلا هلا خلص رح اضل اشارك معكم الاجواء، صارت صارت، ما صارت تكون ذكرى حلوه، ولو راحوا من القناه يروحوا خلص ان شاء الله ما بقى اوقف من جديد. بس بدي ادعمكم وبدي هيك همتكم وتحطوا لي لايكات للفيديو وتكتبوا لي هيك كومنتات تشجعني، تشجعني انه استمر، تكتبوا لي كومنتات تطلبوا مني كثير شغلات، مثلا اقدم لكم فيديوهات، وصفات، افكار، اعطوني كثير افكار حابه انه انزل شيء كثير جديد يعني. وطبعا على طلبكم مشان انتوا تكونوا حابينه لهذا الشيء، فبتمنى منكم كليتكم وكل اللي بيحبوني انه يكتبوا لي كومنت ويكتبوا لي فيه الفيديو اللي هن حابينه وحابين انه انا انزله. وطبعا هلا هذا الفيديو مشترك بيني وبين قناه ظلال، انا كتبت لكم على المنتدى من يومين انه انا حنزل فيديو مشترك بيني وبين قناه ظلال. بتمنى بعد ما تشوفوا الفيديو اللي عندي تروحوا تشوفوا الفيديو بقناه ظلال، هي بنت كتير طيبه وحبابه وفيديوهاتها حلوه كتير كمان. بتمنى اللي ما مشترك عندها يروح يشترك، واهلا وسهلا بكل حدا جديد انضم لعائلتنا. وهلا كمان بقول لكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، واللي ما مشترك يشترك، ويلا خلونا نكمل الفيديو سوا. هلا فيديو اليوم اللي رح اشاركه معكم هو روتين ليوم كامل لعزيمتي لبيت اهلي، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، يلا خلونا نتابعه سوا. وهلا عم بجهز الاغراض عشان اللحم بعجين بدي انزله للقصاب. هلا هي البندوره انا فرغتها على هالشكل مشان ما يضل فيها مي يعني، تصير اللحمه مريئه هيك. بس بشيل البزراي اللي في قلبها المي وهيك بهالشكل يعني. كيلو بندورة، كل كيلو لحمة بده كيلو بندورة. بقت بقدونس تكون كبيرة شوي، طبعا غسلتهم ونقيتهم، وهي النعناع كمان قطعته ونضيف، وهي الثوم، وهي فلافل ام الزيت، فلافل دبس، ملح، وبهار. هلا هاي هذا مشان الاحمر جاهز، وهلا هي البصل مشان الاسود، وهي الدبس رمان رح انزله اياهم للقصاب. يلا وبس جبنا رح افرجيكم اياه. وهلا كمان هي اللحمه، طبعا اللحمه ذوق شخصي، الكميه اللي انت بدك اياها بتحطيها. وهلا في معنا اللبن، رح اطبخ انا ارمان وفريكه ورز ورح اعمل لحم بعجين. فهلا حطيت اللبن اول شيء بالطنجره، طبعا رح تكون الطنجره نظيفه، ورح نكت اللبن. وبعدين طبعا على البارد، هلا لسه ما حيططوا على الغاز عم طبقه يعني. هلا رح احط له بيضه مشان ما يفرط معنا اللبن، فيك تحطي له نشا وفيك تحطي له بيضه، بس بصراحه انه انا بفضل البيضه يعني، انه بلاقي بصير طعمته اطيب بالنشا يعني، هيك بيعطي غير نكهه. وطبعا البيضه ما بتعطي لا زنخه ولا شيء. انا حطيت بيضتين لانه كميه اللبن عنا منيحه تمام، يعني تقريبا هذا 10 كليات لبن، مشان هيك حطيت بيضتين. هلا بخف اكليته على البارد ومع ملح، وبعدين رح احطه على الغاز يعني، اول شيء على البارد هيك. وبس حطيتيه على الغاز ما بصير تشيلي ايدك منه نهائيا مشان ما يفرط يعني، لحتى يغلي معنا اللبن. رح نضل على فرد تحريكه. هلا بعد ما حطيناه على الغاز مثل ما شايفين ما بقيم ايدي ابدا، بضل عم بحركه لحتى يغلي معنا اللبن. وهلا مثل ما نكون شايفين اللبن صار يغلي معنا. هلا الارمان ما بده لا رز ولا بده شيء ولا ابدا ابدا، بس لحمه وملح، ومثل ما شفتوا حطيت له البيضه للبن عشان ما يفرط. وراح نحط اللحمه يعني، هلا راح ننزل اللحمه بقلبه، بس هيك الارمان ما بده شيء ثاني يعني. هلا اللبنيه بيحطوا لها رز، هذا ما بيحطوا له رز. نحن بنقول له ارمان بحلب، يمكن بالشام بيقولوا له شاكريه نفسه او غير ما بعرف يعني، بصراحه ماني مجربتها، بس نحن بحلب هيك بس لحمه ولبن، وما بنضيف له مي نهائيا يعني، كاسه صغيره هلا هذا 10 لبن رح احط له مقدار كوب المي بس يعني، من مية اللحمه المسلوقه بس هيك، ما بينحط له مي نهائيا. وهلا هيك هي معنا اللحمه صارت جاهزه، لازم تكون مستويه كتير منيح بقلب اللبن يعني، اطيب اذا كانت كتير نازله رح تكون مستويه.
هلا رح نضيفها لقلب اللبن. طبعا انا اخذت مثل ما قلت لكم كوب من مية اللحمة، هون ضفت كوب من مية اللحمة بعد ما غلى معنا اللبن، صار يغلي يعني هيك يطالع فقاعات اللبن، حتى حطيت مية اللحمة مشان ما يفرط معنا اللبن طبعا. وهلا رح نضيف اللحمة، وكمان رح احط له شوية لحمة ناعمة. هلا اللحمة الناعمة ذوق شخصي، بتحبي تضيفيها بتحبي لا، بس انه انا شلت شوي من اللحمة اللي رح احطها على وش الرز والفريكة، ورح احط شوي بقلبه كمان لحمة ناعمة. بعد ما احط اللحمة الخشنة كمان رح نحط شوية لحمة ناعمة. يعني طبعا هلا هيك بيغلي معنا كم غلوه سمك شوي، رح نطفي عليه يعني كم غلوه بعد ما نكت اللحمه وتمام خلص هيك صار جاهز، رح نطفي عليه. وهلا هون بهالاثناء انا رح اطبخ الفريكه. طبعا انا مشاركه معكم الفريكه باكثر من فيديو قبل، حطيت من ميه اللحمه رح اطبخ فيها الفريكه، وكمان الرز رح اطبخه من ميه اللحمه. هلا هون عم بيطبخ الفريكه، بحط المي لحتى تغلي عشان نضيف عليها الفريكه. هلا كمان هاي اللحم بعجين صار جاهز بعد ما جبناه من عند القصاب، صار جاهز اللحم بعجين، رح افرجيكم قلبه. طبعا بنعمله مثل السوري يعني، وقت اللي بدنا اياهم صفايح شي نهار رح افرجيكم اياهم، رح اشاركهم معكم. بنبعتهم على الفرن التركي بيجوا هيك اسماك، هداك اسمك من هاد بيجوا راس كبار، هذا السوري لا بيجي هيك راس عاديات مثل اللي كنا نسويه بسوريا، ويبقى كتير رقيق يعني مثل ما شايفين، والعجينة كتير طرية تبعيته. هلا حطينا الفروج نسلقه، حطيت له ورق غار وملح وحبهال وعود قرفة يعني عشان الزنخة. وهلا عم جهز الصحون كليتها، حطيت اللحم بعجين هيك بهالشكل وحطيت فوقه فليفلة وبندورة، وهلا رح احط الصحون الخضرة الفليفلة والنعناع وهيك كمان رح اشكلهم ازينهم، عم بجهزهم كلهم قبل بوقت عشان ما انعبط يعني. بس ما رح اقدر اصور لكم الصينية يعني باخرة الفيديو، لانه بصراحة كان كتير معبوطين وهيك، بس انا كنت الصحون اللي مجهزته محطوطين على الطاولة في منهم، بس هيك اخذت لكم مقطع صغير للنتيجة النهائية يعني. شوفوا لي على هالعشق الاصفر هذا، مين بحب الدرة مثلي، انا كتير كتير بحبها يعني، حتى اذا ما كانت موجوده بجيب اكياس من البيم بحطهم بمي سخنه يعني او بالميكروويف بحلهم، وبحط لهم كاتشب مايونيز تبلات كتير هيك شغلات، وكتير بحب انه اكلها. فحتى بالاكلات الاكلات اللي بيدخلها فيها درة يعني كمان كتير بحبها، مين مثلي كمان. اكيد اكيد ما بيكمل يومنا بلا القهوة يعني،
معروفين 3 ارباع الصبايا او يمكن 90% من الصبايا انا بتخيل، و10% ما بيحبوا القهوه. يعني هيك انه انا بتخيل، يعني انه بحس ما ببلش يومي اذا ما كنت شربانه قهوه عن جد، لانه القهوه عشق يعني ما بيصير بلاها ابدا ابدا. مين مثلي كمان بيحب القهوه؟ اكيد الصبايا كليتكم، يعني مستحيل يكون في حدا انه ما بيحب القهوه. تفضلوا امانه كليتكم، اهلا وسهلا فيكم كليتكم، ونورتوا كليتكم. وهيك عن جد والله كتير مبسوطة انه رجعت اصور لكم، انه رجعت هيك اشارك معكم اجواء، ومع انه يعني عن جد والله كنت كتير انه هيك حابة انه خلص اضل اوقف، خلص انا ما بدي انزل شيء، بس بعدين شجعت حالي وانه لا لازم انه اصور ولازم انه انزل. فان شاء الله هيك يكون انه الفيديوهات يكونوا حلوين وعم يعجبوكم، ويكون هيك ما تقال يعني عليكم. بتمنى انه كتير كتير انه تكتبوا لي بالكومنتات رايكم، حابة كتير انه تعطوني رايكم، لانه انتم حتشجعوني كتير برايكم وقت اللي رح تكتبوا لي بالكومنتات. وهلا لهون بكون انتهى يومي معكم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، واستنوني في فيديو جديد وبافكار جديده. ومثل ما قلت لكم حب انتم تعطوني افكار انتم بدكم انزل لكم اياها، فيديوهات انتم حابين انه اصور لكم اياها، فبتمنى تكتبوا لي تحت بالكومنتات. وبتشكركم على تعليقاتكم الحلوه، هلا راح احط تعليقات الصبايا. الله يسعدكم ويخليكم يا رب عن جد، وكليتكم والله كفو قد. يلا وهلا بقول لكم يلا سلام، واستنوني في فيديو جديد، بحبكم كثير كثير.